انطلقت جلسات محكمة الشعب في مدينة لاهاي الهولندية للنظر في قضايا تتعلق بمقتل عدد من الصحفيين والناشطين الذين قضوا على يد نظام الأسد في سوريا. ومن أبرز القضايا التي تنظر بها المحكمة الرمزية هي قضية مقتل الصحفي السوري نبيل شربجي في أحد معتقلات النظام عام 2015، إضافة إلى جرائم أخرى مرتكبة بحق صحفيين وناشطين من المجتمع المدني في سوريا. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم المحامي والناشط الحقوقي محي الدين لالا. سيد محي الدين، مرحبا بك. ما القيمة بداية التي يشكلها هذا الحراك لحقوقيون في لاهاي للنظر بقضايا مقتل وملاحقة الصحفيين والناشطين من المجتمع المدني في سوريا؟ حياك الله. هي القيمة رمزية، محكمة الشعب أو محكمة الشعوب كما تسمى تمتد لمدة 6 أشهر. هي تقدم وثائق وتقدم الأدلة القانونية من قبل الادعاء أمام قضاء، والغاية منها تقديم اتهام مباشر لثلاث دول بمقتل صحفيين في سريلانكا وسوريا ودولة أخرى. فسوريا بالنسبة للموضوع المتعلق بسوريا، مقتل الصحفي نبيل شربجي الذي تم اعتقاله في عام 2011 ثم اعتقل مرة أخرى، ووصل لأهله وذويه أنه تم يعني تم وفاته تحت التعذيب ومقاله تحت التعذيب عام 2016. الموضوع هو يحصل إحالة قانونية رمزية، لأن نحن نعرف المحكمة الجنائية الدولية مختصة بأربع جرائم كبرى، اللي هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل الجماعي، جرائم ضد الإنسانية، جرائم القتل الجماعي أو عفوا جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. أما هذه المحكمة بالضبط فتدعى إليها 3 منظمات صحفية لأجل منع الإفلات من العقاب لما يحصل حاليا من مقتل عدد من الصحفيين حول العالم. وهناك إحصائية تدل أنه في السنوات الأخيرة وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا إلى 1400 صحفي، ومن بينهم الصحفي السوري نبيل شربجي. هذه المحكمة هي محاكمة رمزية كما قلت، الهدف منها اطلاع المجتمع الدولي على الجرائم التي تتم بحق الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب قدر الإمكان من خلال وجود أدلة وتقديم الاتهام إلى الدول التي ذكرتها كما قلت سوريا وسريلانكا ودولة أخرى. معنى ذلك بأنه لن يكون بمقدور المحكمة اتخاذ أي قرار تنفيذي؟ لا، لأن المحكمة ليس لها سلطة تنفيذية، يعني ما عندها شيء اسمه implementation. هي عبارة عن محكمة رمزية. التداعى لهذه المحكمة هي منظمة أطباء بلا حدود التي مقرها بباريس فرنسا، ومنظمة صحفية أخرى أو صحفيين بلا حدود على ما أذكر اسمها مراسلون مقرها في أمستردام. نعم، عفوا، مراسلون بلا حدود مقرها في باريس، ومنظمة صحفية مقرها في هولندا، ومنظمة أخرى
منظمة الصحفية العالميين مقرها في نيويورك. هذه المنظمات تداعت بشكل إعلامي دولي إلى إقامة هذا الادعاء بحق بشكل يعني محكمة رمزية. هلأ الحقيقة كنت أنا والأستاذ المحامي فراس عبدين في 5 شهر الذي مضي كنا في محكمة العدل أو عفوا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وحاولنا قدر الإمكان نقدر نحصل على كيفية الادعاء بحق هذا النظام السوري في موضوع جريمة التي حصلت وهي جريمة التضامن، يعني مجزرة التضامن. بالنسبة للجرائم التي تحصل اللي حددت أنا، نظام الدخل المحكمة الجنائية الدولية مختص بها 4 جرائم اللي ذكرت آنفا، اللي هي جريمة ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجريمة العدوان. النظام السوري مرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هاي الجرائم هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسلطتها هون تعتبر سلطة تنفيذية وتستطيع إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين والقتلة. لكن للأسف كما نعلم جميعا أن الموضوع يواجه عوائق. أول عوائق أن النظام السوري ليس من الموقعين على معاهدة روما المحكمة الجنائية الدولية. والعائق الثاني الكل يعرفه، استخدام حق النقد الفيتو لحق للمدعي العام تحريك الدعوة العامة. شفنا أنه في مجال رح ندعي نحن بقدر الإمكان، نبذل قصارى جهدنا، وهذا الأمر الوحيد اللي نقدر نعول عليه. أما المحكمة الشعوب يلي تداعت إليها المنظمات الدولية الصحفية اللي ذكرتها آنفا ومدتها 6 شهور تصدر قرارات، لكن هذه القرارات تسلم كقرارات اتهام إلى الدول المتورطة في قتل الصحفيين يلي ذكرت سريلانكا، دولة أخرى وسوريا. أما أنها تكون لها سلطة تنفيذية لا. إذن من أين تأتي أهمية هذا التحرك سيد محي الدين؟ تأتي أهميته من موضوع عدم الإفلات من العقاب. في شيء بالقانون الدولي اسمه non-impunity، ما بصير يكون في شيء اسمه impunity. الimpunity هو الإفلات من العقاب، وقت ترتكب جريمة مثل الجرائم اللي ارتكبت في سوريا ويفلت المجرم من العقاب، هذه الجرائم لا تهز الأمن السوري بل تهز أمن المجتمع الدولي. لذلك لابد من محاكمات دولية، وهذا ما شهدناه في محاكمة أنور رسلان في ألمانيا ومحاكمة الطبيب علاء موسى، وقد يتبع ذلك محاكمات. هذه المحاكمات هي لا تحاكم أفراد، هي تحاكم منظومة قتل بأكملها. إذا اطلعنا على القرار اللي صدر بحق أنور رسلان نلاحظ أن القرار لا يتهم أنور رسلان فقط. وفق النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية هناك اتهام واضح لبشار الأسد رأس النظام، باعتبار في مواد نص عليه أن رأس النظام يعتبر مسؤول إذا علم بوقوع مثل هذه الجرائم ولم يبادر إلى منعها أو كان على اطلاع بها. والجريمة اللي حصلت في سوريا والجرائم اللي حصلت هي حصلت وفق توصيف أنها كانت ممنهجة ضد فئة معينة لاختلاف سياسي، حصلت وفق تراتبية هرمية رئيس عن مرؤوس وبعلم رأس النظام السوري. إذن تعتبر هذه جرائم ضد الإنسانية والصفات، مسؤول عنها النظام السوري بهيكلته بأكمله. اللي حصل في ألمانيا هي فاتحة جيدة جدا، نأمل استمرار هذه المحاكمات قد تذهب باتجاه السويد باعتبار عنده شيء اسمه الانترناشنال جوريسدكشن، الولاية القانونية الدولية. ما أسعى إليه شخصيا أنا والأستاذ فراس عبدين هو محاولة الادعاء على هذا النظام، لو عن طريق يعني ندعي عن النظام قد تتحرك الدعوة قد لا تتحرك الدعوة، يعني نبذل قصارى جهدنا. للحقيقة في المحكمة الجنائية الدولية أخبروني أن المحامين الأوكرانيين ناشطون جدا في الادعاء ضد روسيا اليوم وضد بوتين في الجرائم الحاصلة. إذن تقتصر مهمة المحكمة، محكمة الشعوب، في التحقيق والوصول للأدلة القاطعة التي تثبت ارتكاب النظام جرائم ضد صحفيين والناشطين من المجتمع المدني، أليس كذلك؟ صح. التحقيق، إظهار الأدلة، وتقديم الاتهام بشكل واضح، وتقديم الاتهام بشكل واضح للدول التي ارتكبت فيها الجرائم للاطلاع بمسؤوليتها. إذن لو تشرح لنا فقط في الختام آلية عمل المحكمة والأطراف فيها. الأطراف فيها يوجد فيها مدعي عام، يوجد فيها قضاء، يتم تقديم الأدلة
يتم تقديم الأدلة، تقديم الشهود، ومن ثم الادعاء. هذا الادعاء بحيثياته يصدر قرار قضائي، القرار القضائي يتم تقديمه مع الأدلة مع أقوال الشهود إلى الدول المعنية. هناك قرار اتهامي لتقصير معين في مجال القانون الدولي، لأن هذه الدول ارتكبت جرائم، وهذه الجرائم تعتبر في القانون الدولي هي جرائم قتل صحفيين، يعني هي جريمة موثقة. الغاية من المحكمة بالفعل هي التوثيق الشهود، عدم الإفلات من العقاب. واختصار الوقت أيضا، في حال تم البدء بأي محاكمات في أي بلد يعمل ضمن مبدأ الولاية القضائية كما ذكرت، ربما السويد، أليس كذلك؟ السويد تعمل ضمن هذا المبدأ، ألمانيا تعمل ضمن هذا المبدأ، عدة دول، دول كثيرة في العالم. لكن كان السباقة في المحاكمة اليوم وفتح هذا الباب هو ألمانيا. نوجه الشكر للمحامي أنور بني على الجهود المبذولة من قبله وقبل فريق العمل من المحامين بالاطلاع بمسؤوليتهم في هذا الموضوع، وهذا أمر مهم جدا، لأن فتح الباب من خلال القرار اللي صدر ضد أنور رسلان يفتح المجال لمحاكمة زبانية النظام، يعني ليس فقط ضمن الولاية القانونية الدولية، وإنما لمحاكمة النظام بأكمله وفق هراميته ومسؤولية المرؤوس ومسؤولية عناصر النظام ومسؤولية رؤساء الأفرع الأمنية ورئيس النظام، يعني رأس الأعلى للنظام. فهذا مجال أنا أعتقد أنه جيد، لأنه نحن بنعرف بسوريا لم نستطع، يعني الفيتو الصيني الروسي منعنا من الذهاب بالنظام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا بعد ارتكابه للجريمة استخدام الأسلحة الكيميائية وصدور القرار 2118 على ما أذكر الذي أدانوا، تم منعه من المحاكمة وإحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم هو غير موقع. اليوم الخلق الذي يحصل لصالح الشعب السوري الحر هو المحاكمات التي تصدر ضمن الولاية القانونية الدولية أو العالمية الانترناشنال أو يونيفرسال جوريسدكشن في ألمانيا. في السويد تستتبع، هناك قد يحصل محاكمات أيضا، وهذا المجال يعتبر بارقة أمل للشعب السوري. قد نحصل في المستقبل على محاكمات بشكل أوسع لهذا النظام وزبانيته. شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي محي الدين لالا، كنت معنا من ستوكهولم. حياك الله، شكرا لك.